السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ متابعين قناة رغيف بلدي، ولو اول مرة تشوف الفيديو يا ريت ما تنساش تعمل اشتراك وتدوس زر الجرس عشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. احنا النهاردة هنعمل مع بعض طاجن مكرونة، مكرونة باللحمة المفرومة اللي هو زي بيتباع في محلات الكشري. هو الطاجن ده مش مشهور في اسكندرية خالص، بس في حتت كتير قوي تانية يعرفوه زي القاهرة وكده، بيتباع عندهم في محلات الكشري. فاللي ما جربوش جربوه، ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. هو حاجة جديدة ومختلفة، فجربوه هيعجبكم. فاحنا هنشوف معانا ايه اول حاجة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونشوف معانا ايه اول حاجة. معانا كيس مكرونة، مكرونة اللي هي قلم، تمام. ده كيس المكرونه احنا مش هنعمل فيه حاجه، المكرونه بتتحط نيه، بتتحط نيه زي ما هي كده من الكيس، بتتحط في الطاجن نيه، تمام. ومعانا لحمه مفرومه وبصله وملح وفلفل وبهارات لحمه عشان نعصج اللحمه المفرومه، تمام. ومعانا صلصه طماطم، عصير طماطم يعني مضروب في الخلاط، ومعانا بهارات برضو هقولها لكم وانا بحطها على الطماطم، ملح وفلفل وكمون وكزبره. اول حاجه هنعملها مع بعض ان احنا هنعصق اللحم، دي اول خطوه هنعملها، تمام. هنشوف هنعمل ايه مع بعض وهوريكم. انا اول حاجه عملتها هو ان انا حطيت حته سمنه في طاسه على النار، هبتدي ان انا اشوح البصله عشان احط عليها اللحم عشان تتعصق، تمام. دي اول خطوه معانا كده، تبتدي تدبل البصله وهحط عليها اللحم. بصوا كده اهي البصله اتشوحت معانا، اصفرت دبلت. نبتدي بقى ننزل باللحمه كده، تمام. هنقلبها، اهو كده اول ما تحطي اللحمه على النار لازم تقلبيها كويس وتفتتيها من بعضها كده، علشان لو استوت على الوضع وهي ماسكه في نفسها كده مش هتعرفي تفكيها. نقلبها كده واحده واحده لحد ما تفك من بعضها، وبعد كده بقى نسيبها تستوي، تمام. بس نبتدي بقى نحط زي ما قلنا التوابل بتاعه اللحمه، اللي هي شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه بهارات لحمه، تمام. ونقلبها بقى ونسيبها تستوي كده مع بعض. نسيبها بقى تستوي ونعمل مع بعض نجهز الصلصة. بصوا احنا هنا بقى هنبتدي نعمل مع بعض الصلصة. كل اللي انا عملته ده انا حطيت حلة على النار وفيها معلقة زيت صغيرة، تمام. تبتدي تسخن وهنزل عليها الطماطم. احنا مش محتاجين من الطماطم بس غير انها يدوبك ايه تتسبك تسبيكة بسيطة كده، يعني تاخد غلوة كده، مش هنسبكها زي المكرونة اللي هي الصلصة العادية، يا دوبك تاخد غلوة كده، تمام. نبتدي بس الحلة تسخن. بصوا هي الحلة كده سخنت اهي، ننزل بقى الطماطم. تمام، ونحط بقى عليها شوية ملح وشوية فلفل اسود وشويه صغيرين قوي كمون وشويه صغيرين قوي كزبره ناشفه. نسيبها بس يدوبك كده ايه تغلي، مش هتتسبك تتسبك يعني، يدوبك بس تاخد غلوه كده ونطفي عليها مع بعض. بصوا كده هي الطماطم غليت اهي، ما احنا مش عايزين اكتر من كده، يعني احنا مش محتاجين انها تتسبك زي ما قلت لكم.
هندفي عليها على كده. نبتدي بقى نعمل مع بعض، نطبق مع بعض الطاجن ونرصه مع بعض، نرص الطبقات بتاعته. انا جبت هنا طاجن، اي طاجن بقى ينفع تخش الفرن، برام، بايركس، اي حاجة تنفع تخش الفرن، ممكن صينية برضو، بس هو الطاجن الفخار ده بيديله طعم حلو. تمام، مسحته مسحة زيت كده عشان ما يلزقش لما نيجي نقلبه، الأرضية والجناب نمسحها كويس كده بمسحة زيت. تمام، نبتدي نحط أول حاجة تحت مع بعض اللحمة، نحطها في أرضية الطاجن. ونيجي بقى للمكرونة. بصوا، في خطوة أنا بحب أعملها قوي مع المكرونة، بتفرق في طعم المكرونة. احنا جوا اتفقنا ان احنا المكرونة بتتحط نية، يعني من الكيس على الجرام على الحرارة. بص، انا اجيب المكرونة كده وبجيب بصلة صغيرة كده مقطعها مكعبات صغيرة كده او شرايح صغيرة، واقلبها الاول في مع المكرونة مع حبة فلفل اسود صغيرين. وملح صغيرين برضو، مش كتير عشان احنا حاطين في اللحمة ملح وفي الطماطم ملح. ونقلبهم بقى مع بعض كده المكرونة مع البصل. البصل ده بيديله طعم حلو قوي لما بيستوي معاها. نحطه بقى كده على اللحمة المفرومة. اهو كده احنا زي ما اتفقنا المكرونة بتتحط نية. المحلات الكشري بتعملها بالطريقة دي، بتبقى المكرونة نية تماما، مش نص سوا ولا اي حاجة خالص، لان النص سوا انا جربتها قبل كده ما بتديش نفس الطعم بتاع بره، بتبقى كأنك عاملة مكرونة بصلصة عادية وحطلها لحمة مفرومة بس. انما اللي بتديك الطعم بتاع برة هي المكرونة النية، نية تماما من الكيس، نية خالص. تمام، نبتدي بقى ننزل عليها بالصلصة. بصوا كده، انا حطيت الطماطم على المكرونه، هي يدوبك بتبقى مغطيه كده وش المكرونه. تمام اهو كده، يدوبك كده ايه، تغطي وش المكرونه، تبقى المكرونه باينه كده منها. بصوا، قلنا اخر خطوه ان احنا هنعملها ان احنا نغطي الطاجن كده عشان ندخله الفرن، ولازم يتغطى علشان لو ما تغطاش هينشف منك في الفرن ومش هيستوي، فلازم تغطيه كده كويس وتدخليه الفرن. تمام، هندخله الفرن وهنسيبه حوالي كده من نص ساعة لساعة الا ربع على اعلى درجة حرارة في الفرن. انا طبعا مسخنة الفرن، مشغلة الفرن من بدري من ساعة ما بدأت اعمل الحاجة. هنسيبه كده حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع، وبعد كده هوريه لكم لما يستوي. اهو كده طاجن المكرونه طلع من الفرن واستوى وتشرب الصلصه بتاعته. تمام، نقلبه بقى مع بعض في الطبق ونشوفه بقى شكله عامل ازاي. اهو كده يا حبايبي، طاجن المكرونه استوى معانا وبقى مستوي وتشرب الصلصه بتاعته كلها، والمكرونه استوت مش ناشفه ولا مش مستويه ولا اي حاجه خالص، استوت كويس جدا. تمام، جربوه ان شاء الله هيعجبكم، وقولي رأيكم ايه عليه. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وتابعوني وان شاء الله هتشوفوا فيديوهات جديدة معي. قولي رأيكم ايه وعلقولي على الكومنتات وقولي رأيكم.